المن صوان الشمع آيبني يا جسام طفاها مجرى الدمع آيبني يا جسام بالغربة عفتوني عدمن تخلوني بالغربة عفتوني عدمن تودعوني آيبني يا جسام آيبني يا جسام. مشاهدي قناة المهدي الفضائية نحن وإياكم في هذه التغطية من منطقة بين الحرمين لتغطية العشرة الأولى من محرم الحرام من كربلاء المقدسة، فابقوا معنا. من العرس ما حروم حنيت دم المصا شمعة شبابي من يطف اسمع حنيت دمي والجفن ذار التراب يما ذكريني من تمر زهر يا عبر القاسم نجاوب يما ذكريني من تمر زهر من العرس ما حرم حنك دم المر يا أبا عبد الله يما ذكريني حن رسم حروم حنك دم المصا شمعة شبابي من يطف حنك دمي حنك دمي والجفن ذار التراب يما ذكري بزاغ من برج المخيم جاسم ونوره يتشعشع ناشر جعود على متن ومثل طير الجنة يلمع هالهلة ترملة وتقلة هاك خيط قلب المقطع شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك شنك وفيت برقبتك صاحر يدوفي المرضى من فدي النيبة راضي عصاف الحليب وبها الشهادة صار لي قيس ونصيب من فدي النيبة راضي عصاف الحليب وبهالشهادة صار لي قيس ونصيب حفيتي بدمي خلي فرشوها حنيتي دمي والجفن ذار التراب يما ذكريني يما ذكريني من تمر زهر يما ذكريني من تمر زهر من العرس محروم من العرس محروم حنك دم المو شمعة شبابي شمعة شبابي من يطف حنتي حنتي دمي والجفن ذار التراب يما ذكريني من تمر زهر إلى المرحوم الحاج كاظم منذور كذب بزاغ من برج المخيم جاسم ونور يتشعشع ناشر جعود على متن ومثل طير الجنة يلمع هالهلة ترملة وتقلة هاك خيذ قلب المقطع شن هي جاسم نيتك فاير بجمرة همتك شنك وفيت برقبتك صاحي دوفي المرضى
من ثدي النيبة راضي بصاك الحليب، وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب. من ثدي النيبة راضي بصاف الحليب، وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب. حفتي بدمي خلي قرشوها من هذه الحناجر التي صدحت في حب محمد وآل محمد. من هذا الموكب المبارك وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة من كربلاء المقدسة. انتظرونا في تغطيات أخرى.